ترجع من جديد منتخب قرغستان. بداية مشوقة للفريقين، كل التوفيق للفريقين. ترجع من جديد لمنتخب، وبعدها اللاعب منتخب قرغستان. ترجع لمنتخب تايلاند، لاعب منتخب تايلاند، لاعب رقم 15 ناغاياما. شوف الإعادة، باتريك. هذه الإعادة فيها باديتش. لمنتخب تايلاند من جديد باديتش. الفريقين بدأ ترجع سريعة لمنتخب تايلاند، بهجمة سريعة لمنتخب قرغستان. ترجع لمنتخب تايلاند ناغاياما. هذه هجمة سريعة لمنتخب تايلاند، تنقطع منه، يرجع ياخذها لاعب منتخب قرغستان. ترجع لمنتخب تايلاند، بوريش بابا حاول الشوت، اذا حارس المرمى ترجع من جديد لمنتخب قرغستان. هذه هجمه سريعه، لاعب رقم 7 منتخب قرغستان تيتو. ترجع سريعه لمنتخب تايلاند، وهذه هجمه مرتده سريعه لمنتخب تايلاند. هذا حارس المرمى من جديد. ترجع لمنتخب قرغستان، جاء اخذ لاعب منتخب تايلاند من جديد. الهجمة السريعة، حاول الشوت، فيها اللاعب رقم 9 فلاديمير. هذه مرتدة سريعة لمنتخب تايلاند، اتاح لاعب منتخب قرغستان. ترجع من جديد لمنتخب قرغستان. هذه الإعادة، يرجع من جديد لاعب رقم 21
شوف اللاعب رقم واحد أسامته المفروض اللي يطلع اللاعب أسامته ياخذ دقيقتين ترجع من جديد منتخب تايلاند لاعب رقم 25 هذه هجمة سريعة لمنتخب قرقستان حاول يشوت هذا لاعب منتخب تايلاند من جديد ترجع لأربعة أديس لاعب منتخب تايلاند هذا لاعب منتخب تايلاند من جديد ترجع لقرقستان ترجع لمنتخب تايلاند هجمة سريعة لمنتخب تايلاند حاول يشوت يرجع من جديد وهذه هجمة سريعة لمنتخب قرقستان حاول يشوت ترجع سريعة لمنتخب قرقستان من جديد طول عليه هجمة سريعة مرتدة لمنتخب تايلاند الفريقين يوم امس مشاهدي قناه ابو ظبي الرياضيه فايزين. الهندي قدر يغير مجريات المباراه يوم امس امام منتخب البوسنه والهرسك بعد ما كان خسران في الشوط الاول 4-1 استطاع ان يغير النتيجه في ثالث اشواط المباراه وانتقال الى الاضافه الخمس دقائق وبعد الركلات الترجيحيه وهذا استطاع الفوز. ركلات ترجيحيه خمسة أربعة منتخب قرقستان كان يوم أمس أمام الكويت لعب بارتياحية كبيرة لأن أكثر اللاعبين منتخب الكويت من الشباب مثل ما صرح فهيد العجمي رئيس اتحاد الكويتي للرياضات الشتوية ترجع من جديد منتخب تايلاند رجع تاع لاعب منتخب قرقستان ترجع من جديد منتخب تايلاند عدها منتخب لاعب منتخب قرقستان هذه هجمه سريعه ترجع سريعه من جديد حاول يشوت ترجع سريعه